مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب مشاهدي قناة نايل لايف وبرنامج صفحة جديدة في كل مكان في جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية تكونوا بألف خير وبألف صحة. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والمصريين بألف خير. حضراتكم إن شاء الله آخر الأسبوع ده هنحتفل بإذن الله تعالى بذكرى المولد النبوي الشريف محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 12 ربيع الأول 1444 هجريا يوافق 8 أكتوبر 2022 ميلادية. ده هيكون بإذن الله تعالى يوم السبت، وحضراتكم يوم السبت إن شاء الله أجازة رسمية في جمهورية مصر العربية. هذه الذكرى اللي بيحتفل بيها المسلمين في جمهورية مصر العربية، المصريين كلهم في جمهورية مصر العربية وجميع مسلمي العالم كله، عدد من المليارات في العالم يحتفل بهذا اليوم العظيم، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذكرى الثانية اللي هنحتفل بيها أيضا في نهاية الأسبوع أو الويك إند يعني حضراتكم، وهي ذكرى الانتصار الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي واسترجاع أرض سيناء، حرب العظيمة، حرب السادس من أكتوبر 1973 العاشر من رمضان. وده حضراتكم هيكون بإذن الله تعالى 6 أكتوبر 2022، وده هيكون يوم الخميس. فحضراتكم إحنا في الويك إند اللي جاي أو آخر الأسبوع إن شاء الله، أجازة آخر الأسبوع عندنا أجازة الخميس والجمعة والسبت. كل سنة وكل المصريين بألف خير وبألف صحة، ودائما نحتفل بالذكرى العظيمة لمولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي كده ببساطة وبكل أدب وبكل احترام للي مختلفين معانا في الرأي في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. حضراتكم يعني بعض الناس بتقول لا ما نحتفلش بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. فبكل بساطة كده وكل أدب بعد إذن حضراتكم نتأمل كده، إحنا بنحتفل في حياتنا بكل حاجة، في حاجة كل حاجة في حياتنا، كل حاجة بنحتفل بيها. يوم عيد ميلادك بتحتفل بيه، عيد الأم، عيد الأب، عيد كبار السن، عيد يوم اليتيم، عيد حضرتك، كل الأعياد، عيد خطوبتي، عيد جوازي، عيد ميلاد ابني، عيد، يعني بنحتفل بكل الأعياد. عندنا أعياد كثيرة جدا بنحتفل بيها طول السنة على مستوى العالم كله وعلى مستوى المسلمين في كل بقاع الأرض على الكرة الأرضية. بنحتفل بعيد الفطر وبعيد شم النسيم وبعيد الفطر وعيد الأضحى، يعني عندنا احتفالات كثيرة جدا بنحتفل بيها. من باب أولى نحتفل بالنبي، ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل اللي محملين بالرسالة للبشرية من آلاف السنين عشان البشرية والإنسان على الكرة الأرضية يبقى إنسان أفضل ويعيش حياة أفضل، يبعد عن الكذب، يبعد عن القتل، يبعد عن كل ما هو شر ويسيء للبشرية، يبعد عن كل ما هو يغضب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء والرسل بيبعد رسالة للبشرية على الكرة الأرضية من آلاف السنين عشان يتمموا مكارم الأخلاق، إن احنا نبقى أخلاقنا أفضل عشان نعبده سبحانه وتعالى اللي خلقنا كلنا. بنحتفل بكل حاجة وعايزين مولد النبي عليه الصلاة والسلام ما نحتفلش بيه؟ تيجي ازاي دي؟ يعني حضراتكم لما بتروحوا تعملوا عمرة مش بتبقوا حابين تروحوا المسجد النبوي عشان تزوروا الرسول عليه الصلاة والسلام، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام،
وتصلوا في المنطقة اللي هي يعني مكان في الجنة. منين الناس بتفكر بان احنا بنحتفل بكل حاجة في حياتنا وما نحتفلش بأهم حاجة في حياتنا؟ ولا ايه؟ ولا رأي حضراتكم ايه؟ لا نحتفل. عليه الصلاة والسلام اللي عايز يقرأ قرآن، اللي عايز يتعبد، اللي عايز يستغفر ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم، اللي عايز يصوم زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيصوم يوم الاثنين، اللي عايز يطعم المسكين، اللي عايز يعمل أي، اللي عايز يذكر ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الرسول ومدح الرسول عليه الصلاة والسلام، هو كل ده حاجة وحشة؟ هو ده كل ده حاجة مش حاجة سعيدة؟ مش حاجة حلوة ان احنا نربي اولادنا والاجيال الجديدة المسلمين ان احنا في هذا اليوم ياكلوا حلو حاجة حلوة ونحتفل، ودي حاجة وحشة انك انت تربي ابنك وتقول له خاتم الانبياء والرسل عليه الصلاة والسلام كان يوم مولده 12 ربيع الاول، وتحفظه وتفهمه وتجيبه جنبك كده ويصلي جنبك ركعتين لله سبحانه وتعالى، وتقول له ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان جاء ليتمم مكارم الاخلاق، كل دي مش حاجة حلوة يعني ان احنا نحتفل بهذا الموضوع يعني بهذا اليوم العظيم يعني؟ يعني اسمحوا لي بس ان انا ايه يعني، الواحد ربنا سبحانه وتعالى اداله نعمة التأمل، انك تتأمل وانك تفكر وتتخيل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما تنزل عليه الرسالة كان بيروح الغار عشان يتعبد ويفكر ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، الجبال والصحراء والماء والآبار والإنسان والبشرية قبل ما تنزل الرسالة، الصادق الأمين قبل ما تنزل عليه الرسالة عليه الصلاة والسلام، الأخلاق انك تعلم ابنك والاجيال دي يبطلوا كذب ويبعدوا عن الكذب ويبقى صادق زي الرسول عليه الصلاة والسلام، انك في يوم مولده تربي ابنك وتوعي ابنك ولا بنتك. كل سنة وحضراتكم طيبين، ان شاء الله دايما نحتفل بكل الذكريات الجميلة في حياتنا وكل ما هو يسعد البشرية ويطهر البشرية من الذنوب ومن الحقد ومن التكبر ومن كل ما هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ان احنا نبعد عنه وان احنا نطيعه وان احنا نتعامل مع بعض بحسن الخلق. مش هو ده نبيين عليه الصلاة والسلام من 1444 هجرية؟ ايه المشكلة يعني؟ ده بالعكس، ده احنا نفرح ونحتفل ونبقى مبسوطين. على فكرة حضراتكم وزارة دار الأوقاف تؤكد أن هناك الكثير من الأدلة على أن الصحابة كانوا يحتفلون بالنبي الكريم. ده واحد من التصريحات لدار الإفتاء. فبكل أدب وبكل احترام وبكل تقدير وبكل حب للناس اللي بتقول لا ما نحتفلش، اسمعوا الرأي اللي أنا الدقيقتين اللي أنا قلتهم دول واحكموا، ونبص للأجيال اللي جاية اللي فيه كثير من الأفكار الخارجية من أوروبا، يعني بلاش نقول أوروبا، من الغرب، من أفكار غير أخلاقية، أفكار غير إنسانية، أفكار المثلية، أفكار الحاجات الكتير قوي اللي هي بنشوفها في الوسائل الإعلام والوسائل السينما والأفلام السينما والمسلسلات و و و و و وبعض الشركات اللي بتعمل رسوم متحركة مش كل ده حضرتك المفروض ان احنا نقاومه؟ وما أجمل هذا اليوم يا أخي إن احنا نحتفل
بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ونوعي ولادنا، ولا أنا غلطان؟ الذكرى التانية السعيدة، الذكرى التانية العظيمة، الذكرى التانية الهامة جدا للأجيال القادمة أيضا، نفضل طول عمرنا نحتفل بانتصار السادس من أكتوبر 1973 بأن 49 سنة، السنة دي بنحتفل ب49 سنة، بنحتفل بذكرى الحرب والانتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973. وزي ما أنا قلت 6 أكتوبر إن شاء الله الخميس الجاي أجازة، والسبت أجازة عشان مولد النبوي الشريف. هذا اليوم العظيم، يوم الكرامة، يوم العزة، يوم إنك أنت رجعت يا شباب الجديد والأجيال الجديدة، رجعت أرضك سينا، حبيبتنا سينا، رجعتها من المغتصب الإسرائيلي اللي دايما كان يقول لك إن هو الجيش بتاعهم لا يقهر. قدرت القوات المسلحة المصرية، الجيش المصري العظيم، بأن هو ينتصر على هذا العدو ونرجع أرضنا سينا. هذا اليوم العظيم اللي احنا لازم جيل ورا جيل، جيل ورا جيل يفهم ويستوعب قد ايه الجيش المصري بتاعه عظيم وقوي، ودائما يحمي الأمن القومي المصري في كل الاتجاهات الاستراتيجية، شرق غرب شمال جنوب. تحية للشهداء العظام، كثير من أصحابي اللي آبائهم في حضرتك حربوا في حرب 73 وانتصار السادس من أكتوبر، كتير من الناس على السوشيال ميديا آبائهم بيقولوا قد إيه اللي أخذ ميدالية واللي استشهد و و و و، دي حاجة عظيمة. جيل ورا جيل نسلم، جيل ورا جيل نحتفل بهذا اليوم ونفهم الأجيال عظمة الجيش المصري اللي بيحفظ أمن وأمان في على الحدود، ولما الشعب المصري بس يعني فكر لحظة إن هو محتاج الجيش في أي لحظة هو جنبه. ثورة 25 يناير 2011، ثورة 30/6/2013، لما حس بس ان الشعب المصري عايز التغيير، عايز الافضل، عايز، وقف الجيش المصري بجانب الشعب المصري. لما نادى بثورة 30/6/2013 قريب، الجيش المصري اللي بيقف في اي حاجة، الشعب المصري بس يعني يشاور، عايز تنمية وانك انت الجيش يساعدك في انك انت تبني بلدك و سمعا وطاعة. المصريين محتاجين شوية زراعة في اي سمعا وطاعة، محتاجين المصريين كذا 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 سمعا وطاعة، محتاجين طرق كباري اهلا وسهلا سمعا وطاعة. المستثمرين معلش ايام الثورتين هربوا شوية وطلعوا من بلدنا، معلش الجيش المصري واقف جنب الشعب المصري في كل حاجة، حفظ أمن وأمان، وأيضا أي حاجة هو محتاجها، أكل شرب أي حاجة. الجيش المصري والشهداء العظام، تحية كبيرة للشهداء والضباط المصريين والجنود المصرية اللي على مر العصور من آلاف السنين لا تعتدي على أحد. الجيش المصري عمره ما اعتدى على احد في تاريخه، دائما يصد المعتدي، يصد المستعمر، يصد اللي طمعان في خيرات الشعب المصري. تحية كبيرة لكل الشهداء اللي لحد يومنا هذا القوات المسلحة المصرية، وزارة الدفاع، الجنود والضباط الى يومنا هذا في بعض يعني الايام بتحصل يعني حالات استشهاد للضباط المصريين في سينا. سينا اللي حاربنا فيها في الفترة اللي فاتت الإرهاب بأشكال مختلفة أو استعمار بشكل مختلف، اللي كان عايز الإرهاب اللي أسقط عدد كبير من دول العربية في المنطقة، حافظين طبعا سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، السودان، يعني حافظين طبعا.
حضرتك لحد يومنا هذا في شهداء بيسقطوا حضرتك. الجيش المصري اللي هو ابوك، اللي هو جدك، اللي هو ابن اخوك، اللي هو ابن عمك، اللي هو ابن خالتك، اللي هو اللي هو اللي هو. احنا ما عندناش جيش من بره جايب لنا جيش من بره، لا، هو الجيش هو احنا، هو الشعب المصري اللي بيتغلب على اي تحديات، وخاصه كثير من التحديات اللي قدر يتغلب عليها في هذه الحرب العظيمه التي تدرس الى يومنا هذا في عدد كبير من الكليات والمعاهد العسكريه في كل حته في العالم. الاستراتيجيات وقد ايه كان في هنا تحديات اثناء الحرب، وهنا تحديات ازاي اتغلبنا عليها، ازاي استراتيجيه الحرب نفسها، ازاي ازاي ازاي، وازاي الالتزام بالتوقيت الساعه 2 بالظبط، الهجوم حصل ازاي، قصص وروايات لحد يومنا هذا ما قدرتش السينما المصرية والدراما المصرية ان هي تعمل فعلا عمل يليق بهذه الاسطورة. ايوه، عملنا افلام زمان سينمائية، ومحمود ياسين الله يرحمه، يعني ومحمود عبد العزيز، يعني عملنا مجموعة من الافلام، لكن الاجيال الحالية حضرتك، نعم، بنبقى مبسوطين جدا لما بنشوف السينما والافلام والمسلسلات الخاصة بالمخابرات نعم، لكن أدعو من خلال شاشة ماي لايف وصفحة جديدة إن الدولة المصرية تهتم بإن هي لازم تعمل عمل جديد ضخم يدخل فيه أفضل الأساليب وأحدث الأساليب، اللي يبقى فيها إبهار، ويبقى فيها تشويق، ويبقى فيها حب وانتماء للوطن. احنا عندنا اجيال حضرتك دلوقتي بيتفرجوا على مش عارف فين، والافلام السينمائيه ايه، والمش عارف اللي هي ايه، والحاجات الحديثه، الاساليب الحديثه والخدعه السينمائيه لا، احنا محتاجين بجد ان احنا نعمل حاجه دلوقتي تفضل مع الاجيال، نفضل نتذكرها كده زي ما نتذكر الافلام حضرتك اللي هي بتعرض حاليا في كل القنوات المصريه، ويمكن خارج كمان، عن 6 اكتوبر والابطال اللي عملوا انجازات في حرب اكتوبر، قبل حرب اكتوبر، في اثناء الحرب، وبعد الحرب. اتمنى ان رسالتي دي توصل، لانه فعلا الاجيال الجديده مش هينفع انك انت تعرض لها فقط التاريخ السينمائي اللي احنا بنشوفه، لا، عايزين نبرز هذا الانجاز العظيم اللي احنا بنحتفل بيه كل سنه 49 سنه. هستأذنكم نروح لفاصل سريع ونرجع. حضراتكم قبل الفاصل كنت بتكلم عن ان شاء الله ان احنا عندنا اجازه ذكرى المولد النبوي الشريف باذن الله تعالى يوم السبت القادم 8 اكتوبر 2022 12 ربيع الاول 1444 هجريه. فعندنا اجازه يوم السبت، وايضا عندنا اجازه بالاحتفال بذكرى انتصار الحرب السادس من اكتوبر، حرب انتصار المصريين على اسرائيل، ورجوع حضرتك سيناء الحبيبه الى مصر. 6 اكتوبر 1973 هيبقى 6 اكتوبر ان شاء الله اللي هو الخميس، فعندنا حضراتكم خميس اجازه، جمعه وسبت اجازه رسميه في الدوله المصريه. حضراتكم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، كان يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. حضراتكم كان النهاردة بيضع فخامة الرئيس إقليل من الزهور في النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة مدينة نصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهداء، ثم وضع إقليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ثم صافح عدد من كبار القادة القوات المسلحة كبار قادة القوات المسلحة المصرية، وبعدين تم وضع حضرتك فخامة الرئيس أيضا وضع إقليل من الزهور على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة. ذكرى جميلة اتكلمت كتير عنها قبل الفاصل.
كل سنة وحضراتكم طيبين، ذكرى المولد النبوي الشريف، كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما إن شاء الله نحتفل أيضا بانتصار أكتوبر، ودايما نعلم زي ما قلت قبل الفاصل، نعلم أجيالنا الأجيال الجديدة ميزة الاحتفال ب يعني الذكرى دي والذكرى دي. حضراتكم بقى إيه، تعالوا نروح للشأن العالمي. حضراتكم أهم حاجتين في الكرة الأرضية دلوقتي تقريبا بيهددوا البشرية هو طبعا التغير المناخي وعدد كبير من الأعاصير والفيضانات والتصحر ومشاكل كارثية في مجال التغير المناخي حضرتك، وآخرهم حضرتك إعصار إيان في ولاية فلوريدا الأمريكية. إعصار ده يعني دمر مدينة كاملة بشكل ولاية كاملة تقريبا، وطبعا شفنا عدد كبير من الكوارث. فده أول حاجة بتشغل الكرة الأرضية، إنك أنت التغير المناخي ده ممكن يهدد البشرية على الكرة الأرضية. وطبعا حضراتكم عارفين إن إحنا عندنا مؤتمر المناخ كوب 27 إن شاء الله في نوفمبر القادم، الشهر القادم يعني إن شاء الله، في شرم الشيخ، بحضور عدد كبير جدا من رؤساء العالم عشان يتناقشوا في هذه المشكلة. المشكلة اللي هي يعني لازم رؤساء يعني رؤساء الدول العالم بقى وخصوصا الكبرى لازم ياخدوا قرارات هامة جدا، وده اللي بيتدعوا لجمهورية مصر العربية في ان في هذا كوب 27 ده لازم ناخد قرارات وتنفذ، مش مجرد قرارات زي قبل كده، لازم تنفذ لان احنا نلحق البشرية ونلحق ان احنا نقف بجانب عدد كبير جدا من الدول وخاصة في افريقيا اللي محتاجين ان احنا نغير من الوقود الاحفوري للوقود والطاقة النظيفة. كل دي تكلفة، وقد ايه في تصحر في عدد كبير جدا من دول العالم وخاصة في افريقيا. فده واحد من الملفات الهامة جدا للبشرية. الملف الثاني حضرتك، وهو العند الرهيب اللي بيحصل ما بين الحرب الأوكرانية الروسية والولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، وهذا التطور الغير عقلاني في انك انت ابتدى يبقى ايه في تهديد طول الوقت. احنا بنسمع تهديدات بالنووي، النووي ده لا قدر الله لو استخدم عدد كبير جدا من مليارات البشرية هيموتوا. احنا 7-8 مليار تقريبا في يعني على الكرة الأرضية، بتاع 2-3 كده مليار ممكن يموتوا لو حصل حرب نووية. حضرتك طبعا كبير جدا البشرية في التغير المناخي وتوقيع بعض الدول في حضرتك من يومين توقيع بعض الدول الأوروبية 9 دول على وثيقة انضمام أوكرانيا رسميا إلى حلف الناتو، وده طبعا اللي بتهدد بيه روسيا الرئيس بوتين من أول الحرب، من أول السنة، وهي بتهدد إنك أنت أوكرانيا لو دخلت حلف الناتو ده معناها إنه حلف الناتو وأوكرانيا يحاربوا روسيا. فحضرتك رد الفعل كان بعض وسائل الإعلام، حضراتكم وسائل الإعلام تعلن عن أن روسيا تستعد لتجربة نووية تنفذها غواصة في القطب الشمالي. العناد عمال يزيد، والولايات المتحدة الأمريكية عمالة ترسل معدات ومساعدات بالمليارات لأوكرانيا، وبسبب انضمام بعض المدن في أوكرانيا لروسيا حلف الناتو كله والاتحاد الأوروبي في عدم توازن، والاثنين ابتدوا يصعدوا لدرجة انه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خطر التصعيد النووي يزيد، المخاوف من عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها عالميا. لذلك ارجو اوجه ندائي للرئيس الروسي بان يوقف دوامة العنف والموت، كما أدعو الرئيس الأوكراني للانفتاح على مقترحات السلام، إذ يجب استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لإنهاء مأساة الحرب في أوكرانيا.
فهل العناد زي ما في عناد برضو في انك انت تزود ثاني اكسيد الكربون بانك انت مستمر برضو في التلوث البيئي، وانك انت بتشوف كوارث في جميع انحاء العالم بسبب التغير المناخي؟ هذا العند من الكبار الدول العظمى في التصنيع، وبرضو في عناد في مشكلة اوكرانيا وروسيا في ان هم ممكن توصلوا فعلا لحرب نووية. كثير من المحللين السياسيين والعسكريين في كثير من دول العالم وفي مصر يقول لك لا، عمرهم ما هيستخدموا النووي، لكن ممكن دوس الزرار خطأ بشكل او باخر نلاقي الدنيا بقى فيها نووي وحرب نووي. ربنا يهدي العالم، ربنا يهدي العالم كله. وطبعا بسبب هذه الحرب الأوكرانية الروسية شعوب العالم كلها بتصوت بسبب هذا التضخم الرهيب ونقص الطاقة ونقص حضرتك الغذاء يعني بما فيهم جمهورية مصر العربية طبعا، والدولة المصرية بتعمل أقصى ما يمكن إن هي تقدر تخفف عن المواطن المصري بكل المبادرات الكثيرة. مش عارف العالم رايح على فين، مش عارف يعني ربنا يستر بجد، ربنا يستر والناس تعقل، يعني الناس تعقل. احنا عندنا أزمة عالمية، يعني الكرة الأرضية كده عندها أزمات عالمية في كل حاجة، في الاقتصاد وفي الطاقة وفي الغذاء وبما فيهم طبعا جمهورية مصر العربية. فحضرتك امبارح فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وتناول اجتماع مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة. وقد استعرض الوزير حسن عبد الله مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم للتعامل مع الظروف الدولية الراهنة من إجراء الأزمة الروسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات السياسية النقدية العالمية، موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الإنتاج والحفاظ على مسار الاقتصاد الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة. وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة. زي ما وضحت قبل كده في حلقات سابقة، خلاص البنية التحتية وفرنا الطاقة والكهرباء والغاز، وبقى عندنا اكتفاء ذاتي بالكهرباء والغاز، واللي دول الاتنين دول أهم موضوعين في إنك أنت تستثمر وتعمل مصنع وتعمل مشاريع. عملنا طرق، عملنا مواني، عملنا كل حاجة تخلي المستثمر أهلا وسهلا بيك، اتفضل عندنا عروض كتيرة جدا ممكن تستثمر فيها. فالدولة المصرية دلوقتي كل همها في انك انت ازاي تجذب الاستثمار، اذا كان مصري، اذا كان عربي، اذا كان اجنبي، غربي، امريكا، صين، روسيا، اي بلد في العالم اهلا وسهلا بالاستثمار. ففخامة السيد الرئيس وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية. ده كان اجتماع هام جدا كان امبارح. كان في اجتماع أيضا هام، وهو اجتمع الرئيس السيسي أيضا وفد اقتصادي كويتي من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت. عدد كبير جدا، وعلى فكرة استقبلهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والنهاردة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استقبلهم النهاردة. اتفضلوا، أهلا وسهلا بيكو يا مستثمرين قطاع خاص، و بحيث انك انتوا تعملوا استثمارات في مصر او تزودوا الاستثمارات اللي موجوده والمشاريع اللي عندكم تزودوا فيها. زي ما وضحت
الدولة المصرية عندها كل الإمكانيات اللي تتيح لأي مستثمر في العالم إن هو يجي ويستثمر في جمهورية مصر العربية. سريعا هستأذنكم إن احنا نستعرض بعض من الأخبار قبل إن احنا قبل ما نستضيف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومبادرات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر. هستأذنكم بعض من الأخبار. الرئيس السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والسادات وعبد الناصر. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع الأكاليل من الزهور على نصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاء لشهداء مصر الأبرار. شكري يؤكد ضرورة تحلي المشاركين بمؤتمر شرم الشيخ بروح المسؤولية الجماعية. شارك سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 37 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 اليوم الاثنين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر COP27 الذي تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر. رئيس الوزراء يتابع توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة في ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية. الخميس والسبت زي ما انا قلت اول الحلقه، الخميس والسبت اجازه للقطاع الخاص مناسبه ذكرى نصر اكتوبر والمولد النبوي. اعلن وزير القوى العامله حسن شحاته ان الخميس المقبل الموافق 6 من اكتوبر 2022 اجازه رسميه مدفوعه الاجر للعاملين المخاطبين باحكام قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وذلك بمناسبه ذكرى انتصار حرب اكتوبر المجيد. وجاء في قرار إصدار وزير القوى العاملة اليوم بأن يكون يوم السبت المقبل الموافق 8 من أكتوبر 2022 أجازة أيضا رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في شركات القطاع الخاص مناسبة المولد النبوي الشريف. مصر تتقدم 20 مركزا في المخرجات الإبداعية طبقا لمؤشر الابتكار العالمي 2022. الحكومة تنفي وجود نقص في أدوية الأورام بالمستشفيات الحكومية. الصحة 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة نتيجة الإصابة بالالتهاب الرئوي. الصحة لقاح كورونا متوفر بالمراكز للأطفال من عمر 12 إلى 18 عام. لا نقرأ بقى ده بالتفصيل شوية وخصوصا الناس اللي راحت المدارس والجامعات. أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا متوفر بمراكز من الأطفال من عمر 12 إلى 18 عام، وأكدت أن اللقاح آمن تماما وليس له أعراض جانبية. وقالت وزارة الصحة والسكان أن لقاح كورونا آمن وهو أفضل وسيلة للحماية من عدوى كورونا، مشير إلى أنه يقلل من المضاعفات حالة الإصابة بالعدوى. آخر خبر معانا النهاردة، الأرصاد غدا انخفاض آخر بدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاض آخر في درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه
البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. دي مقدمتي، وأيضا حضرتك بعض من الأخبار الهامة لجمهورية مصر العربية النهاردة 3 أكتوبر 2022. ضيفي اللي هنستقبله بعد الفاصل الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومبادرات جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر. فاصل وراجعين حالا.